مين أفضل حارس مرمى في مصر؟ أو أفضل ثلاث حراس مرمى في مصر؟ وواحد بس من الأهلي. بص مش ثلاثة. لا ما هو أنا مش هقول مش طبعا يعني واحد يبقى الثلاثة. لا عشان أبقى واقعي. علي ما بيلعبش وشريف ما بيلعبوش فمش ممكن أقول طبعا هم أجوان كويسة وزي ما بقول لك فترات كبيرة جدا كانوا بيلعبوا بشكل إنما حاليا الفترة اللي إحنا بنتكلم عليها دي هو محمد الشناوي. هو أفضل حارس مرمى في مصر بدون بدون ومين نقاش. ومين ثاني يعني. واحد بعدين؟ ما أنا هتكلم بقى على الموسم اللي فات لأن الموسم ده لسه ما بدأش. كان في جنش طبعا. جنش كان ماشي كويس كان عامل موسم كويس قوي مع الزمالك بصراحه يعني عواد طبعا ما كانش بيلعب في مصر كان بيلعب في السعوديه فما كناش بنشوفه على طول يعني فما اقدرش احكم كان يعني عامل ايه في السعوديه ماتشاته كان عامل فيها ايه انما في مصر طبعا كان في الشناوي والامانه كان في برضو عامر قبل الاصابه الانتاج كان عامر برضو عامل موسم كويس قوي لحد ما اتصاب كان عامل موسم كويس قوي وكان برضو ابو جبل في سموحه كان عامل موسم كويس هل كان في فتره من الفترات بتفكير في التعاقد مع حارس رابع؟ لا خالص 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 طبعا يعني احنا النادي الاهلي الموضوع ما بيجيش يعني دايما في الحاجات اللي زي دي احنا جبنا الشناوي لما جه الشناوي جه ما احنا قعدنا كجهاز وقلنا احنا محتاجين حارس مرمى فتم الترشيح الشناوي كان علي لطفي فجبنا الشناوي وبعدها السنه اللي بعدها جبنا علي احنا ما قعدناش خالص وما كلمناش الاهلي محتاج حارس مرمى خالص هيبقى عندنا شريف وعندنا علي لطفي وعندنا الشناوي بيتهيألي يعني المركز ده المركز ده مش محتاج يا كابتن اسلام مش محتاج جت في فتره كده قال لك اصل الكلام ما هو بيطلع كتير بتلاقي هوجا كده مثلا على مثلا ابو جبل هوجا مش عارف على عواد على مش عارف على عامر بتلاقي مقصوده لكن بقى لكن ابو جبل ما حصلش ان انتوا اتكلمتوا معاه خالص لا انا بتكلم حتى انا ما بتهيألي ما اتسالتش يعني في النهاية ما حدش بيسألك ولا عواد النادي الاهلي بيشتغل في تخصص فلما يحصل حاجه هيجي طب يا طارق احنا محتاجين حارس مرمى طب نجيب مين؟ هتسال طبعا ما انا اتسالت في الشناوي بالظبط الشناوي لما جه واتسالت في مصعد عوض لما جه واتسالت في علي لطفي ما هو ده بيتم الترشيح من خلال مدرب حراس مرمى الموجود طبعا يعني في النهايه القرار طبعا بيبقى قرار نادي وقرار جهاز فني وفي لجنه كوره يعني الموضوع ماشي بسيستم مش اي حد انت من الركائز او مدرب حراس المرمى من الركائز لما باجي محتاجين المركز ده بالذات بتسال في الحراس اللي موجودين بره في مصر طب احنا محتاجين ولا مش محتاجين لما في فترات قلنا محتاجين جبنا الشناوي والفتره اللي ما كناش هنجيب حد لحد ما علق مع احمد عادل كان حابب ان هو يمشي يشوف فرصه في يعني يلعب يعني جه طلب كانت رغبته انه يمشي فبعد ما مشي باسبوع احنا جبنا علي لطفي في نفس الشهر شهر في شهر واحد بقى علي عادل مشي في شهر واحد واحنا جبنا علي لطفي في شهر واحد برضه فهي ده النظام اللي احنا يعني بتمشوا بيه بنتعلمه في النادي وعلى مر تاريخ النادي الاهلي فترات كبيره ده نظام النادي الاهلي كابتن طارق اخيرا لو عايزك انا عايزك تبص للشاشه هنا اللي وراك تمام اللي ورايا انا سوري مش اللي وراك انت تمام.